اهلا بحضراتكم مره اخيره مشاهدينا الكرام في اخر وقفاتنا الحواريه في حلقه النهارده من هذا الصباح، واللي هنتكلم فيها عن زياره تفقديه اللي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس لمحور رود الفرج وايضا مطار سفنكس الدولي غرب القاهره، واللي تابعناها جميعا بالامس. هذه الجوله بتاتي في اطار متابعه سير الاعمال التنفيذيه لهذه المشروعات، وتحديدا المحور اللي بيعد احد اهم المحاور الخاصه بالتنميه في منطقه القاهره الكبرى، لانه بيربط منطقه شمال وشرق القاهره بمناطق غرب القاهره بهدف تيسير عبور السيارات ومركبات النقل والمواطنين والتقليل من زمن الرحلات، وهيكون موازي لمحور 26 يوليو. ده هيساعد بالتاكيد على حل الازمه المرورية. وبالفعل تم الانتهاء من حوالي 85% من الأعمال الخاصة بهذا المشروع حتى الآن. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد خلال الزيارة بجهود القائمين على تنفيذ هذه المشروعات اللي بيجري تنفيذها وفقا لأحدث المواصفات العالمية، وشدد على الإطار الالتزام بالإطار الزمني المحدد لاكتمال تنفيذ هذه المشروعات. هنتكلم من خلال هذا الحوار عن أهمية هذه المشروعات وجدواها الاقتصادية ودورها في حركة التنمية اللي بتشهدها مصر على جميع المحاور. وهيسعدني أن يصحبني في هذا الحوار الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. أهلا بك يا دكتور عمرو. أهلا بحضرتك يا فندم. اسمح لي في البداية نتابع هذا التقرير مع مشاهدينا الكرام عن هذين المشروعين المهمين، ونرجع مرة ثانية لبداية الحوار. في إطار متابعة سير الأعمال التنفيذية لعدد من المشروعات التنموية، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة تفقدية لمحور رود الفرج ومطار سفنكس الدولي غرب القاهرة. كما تفقد الرئيس السيسي أعمال تنفيذ كوبري تحيا مصر الشرقية أعلى نهر النيل شرق جزيرة الوراق ضمن المرحلة الثانية لمحور رود الفرج، والذي يعد أعرض كوبري معلق في العالم، وتم تصميمه وتنفيذه بسواعد وشركات مصرية بنسبة 100%. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن محور رود الفرج يعد أحد أهم محاور التنمية في منطقة القاهرة الكبرى، حيث يربط مناطق شمال وشرق القاهرة بمناطق غرب القاهرة بهدف تيسير عبور السيارات ومركبات النقل والمواطنين وتقليل زمن الرحلات. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أجرى كذلك زيارة تفقدية لمطار سفنكس الدولي غرب القاهرة، والذي تم الانتهاء من أعماله التنفيذية ليستوعب 300 راكب في الساعة بهدف تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي ومناطق قلب القاهرة، ليقدم منطقة الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وبعض المحافظات. ويرى المراقبون ضرورة تحديث البنية التحتية للدولة كونها تمثل القاعدة الأساسية للاستثمار والإنتاج الصناعي، لذا تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ عدد من المشروعات في مجال الطرق والكباري وفقا لأحدث المواصفات العالمية في وقت قياسي لدفع عملية التنمية وتسهيل ضخ الاستثمارات في شرايين الاقتصاد المصري. الحقيقة مشروعات كبيرة ومشروعات كتيرة أيضا وضخمة بتقوم بتنفيذها القوات المسلحة المصرية في العديد من المحاور، وكلها بتصب في مصلحة التنمية في مصر، وأيضا بتساهم في دفع عجلة الاقتصاد. أعتقد حضرتك تتفق معايا بالتأكيد دكتور عمرو من خلال متابعتك لجولة السيد الرئيس بالأمس وتفقده لمحور رود الفرج وأيضا مطار سفنكس الدولي. حضرتك تابعت هذه الزيارة ازاي، وفي رأيك مدى جدوى وأهمية هذين المشروعين من الناحية الاقتصادية؟ في البداية احنا بنقول ان في تكامل في خطة التنمية الاقتصادية. احنا لأول مرة الاقتصاد المصري يشهد رؤية معلنة طويلة الأجل واضحة المعالم بخطط تنفيذية. احنا بنتكلم على رؤية مصر 2030 اللي فيها مؤشرات كمية كتير واضحة وخطط مرحلية. بنتكلم على تكامل مش بس في مشروعات الطرق والكهرباء، التجمعات الجديدة في المدن الجديدة، اكتشافات الغاز، أيضا تسليح الجيش المصري. وتبدو هذه الموضوعات وكأنها في مجالات
متفرقة، إنما في الحقيقة هم كلهم في مجال واحد، هي التنمية الاقتصادية للمواطن المصري. وإحنا الاقتصاد المصري نقدر نقول الآن أنه بينتقل من مرحلة النمو. نفتكر كلنا في العقد الأول من القرن الحالي كنا بنتكلم على معدلات نمو قبل 2011 7.8، وكان دايما إجابة المواطن هي فين؟ ما بنشوفش الكلام ده، وهل الرقم ده حقيقي ولا لا؟ وفعلا الرقم كان حقيقي، انما هو ده الفرق ما بين النمو والتنميه. النمو هو مجرد زياده في الدخل، انما واحنا بنتكلم على تنميه احنا بنتكلم على مجالات كتيره جدا. بنتكلم على خلق فرص عمل من خلال مشروعات قوميه بتشتغل فيها رغم كل جهود القوات المسلحه، انما بتتم من خلال القطاع الخاص ب 1000 شركه في القطاع المدني، ب 3 مليون فرصه عمل. قللت معدلات البطاله من 13.3 ل 11.8. والرئيس في منتدى ديفوس في 2016 كان بيتكلم على ان احنا هنوصل في 2020 ل 10%، والمؤشرات والانخفاضات المتتاليه بتقول ان احنا عارفين احنا رايحين فين بالظبط ومخططين لده كويس جدا. طبعا لازم ننطلق من ارضيه مهمه جدا، ان الظروف الاقتصادية صعبة. مصر تصنيفها الاقتصادي أنها دولة متقدمة، محدش مطلوب منه هو بيسمعنا أن احنا بنتكلم على حياة سهلة ورغدة والدنيا وردي. بالعكس، الرئيس يمكن صارح الناس وقال هتتعبوا معايا، لأن عشان ننتقل بالاقتصاد المصري إلى تنمية حقيقية ده محتاج مجهود كبير جدا. فاحنا بنشوف اللي بيتم في محور قناة السويس، وبنشوف الإضافة اللي حصلت الكبيرة جدا في 2017 للبحرية المصرية وقبلها لسلاح الجو المصري والطائرات، والناس كانت بتبص على ان ده نوع ان ده انفاق عسكري، ودايما في مقارنة بتقول نصرف على القطاع المدني ولا القطاع العسكري، فبتبقى الإجابة لا، نصرف على المدني الأول عشان التنمية. اكتشف هؤلاء مع اكتشافات الغاز المصري ان هذا ما يسمى بالاستثمار العسكري، هو ليس مجرد انفاق، انما احنا بنتكلم على ان حضرتك لما بيبقى عندك جيش قوي لا يسمح لاي دوله اخرى انها تتدخل في الثروات الطبيعيه اللي موجوده. ده يسهل عمليات التنميه ويساعد. صحيح، بيساعد صحيح. عمليات التنميه بشكل كبير جدا. حينما تستثمر في الـ الجيش المصري، حضرتك بتستثمر في حمايه 5.3 مليار دولار ايرادات قناه السويس. بقينا بنتكلم في حوالي 1.3 مليار يبداوا من مع نهايه هذا العام الغاز بتاع حقل ظهر، تتحدث عن اكتشافات اخرى وهكذا. وبالتالي احنا بنتكلم على مش مجرد تخطيط، بنتكلم على رؤيه، واحنا بنتكلم على المدن الجديده، مش بنتكلم على وضع حجر اساس، احنا بنتكلم على إنشاءات حدثت بالفعل وتمت بالفعل وجاري استكمالها. ويمكن دي مرحلة مهمة جدا، احنا كنا دايما بنفتتح المشروعات بحجر أساس ونقعد نطول وجايز ما يفضلش في المشروع غير حجر أساس، إنما احنا بنتكلم على مشروعات بتحصل واحنا بنبص على ده. زيارات تفقدية دي مش بس زيارات افتتاحية للمشروعات، احنا بالظبط بنوري للشعب كل حاجة بتحصل. صحيح. ومش بس كده بقى، واحنا بنتكلم على ده ما ننساش ان السؤال المشهور جدا، طيب احنا بس الحاجات دي انا كمواطن استفدت منها ايه؟ انا مش حاسس بيها. فنسأل كام أسرة مصرية عندها مصاب الآن بفيروس سي ينتظر قوائم للعلاج أو ما بيتمش علاجه على نفقة الدولة؟ مش موجود. ده محور الصحة ومحور التنمية. وإحنا بنتكلم مفيش كهرباء بتقطع زي الأول، ودي تجربة تجربة قطاع الكهرباء في مصر تجربة رائدة جدا جدا، لأن لا حديث عن 8 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية اللي جات في العام الحالي إلا لو كان عندنا شبكة كهرباء قوية جدا، شبكة طرق قوية جدا جدا، وشبكة نقل. واحنا بنتكلم في القطاعات الخاصة بالنقل، احنا بنتكلم على رؤية لعاصمة إدارية جديدة بتطوير لمحور قناة السويس بمنطقة روسية يبدأ العمل فيها السنة الجاية. ومش بس كده، ده احنا بنتكلم على مش ان احنا استكملنا الطاقة الكهربائية وهنوقف، لا، ده احنا بنتكلم على محطات نووية المصريين قعدوا يحلموا بيها عشرات السنوات، بقت
المشروع بالفعل في الضبع يبدأ، هيبقى عندنا 4 محطات نووية، وإحنا بنتكلم على المحطات النووية وبنتكلم على الصيانة والمحطات اللي اتعملت، بنتكلم على مزرعة لطاقة الرياح في الزعفرانة، بنتكلم في بنبان في أسوان في الجنوب على الطاقة الشمسية اللي بتولد حوالي 90% من طاقة السد العالي، وهتعمل حوالي 10% من طاقة الكهرباء في مصر. فانت حضرتك بقيت بتتكلم على مش مجرد ان الاقتصاد المصري يبقى رهينة الامدادات الغاز والبترول اللي بتمد المحطات الكهربائية، مش بنتكلم على محطات قديمة، واحنا بنتكلم على محطات الطاقة النووية دي العمر الافتراضي بتاعها 50 سنة، واحنا بنتكلم على محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، انت بتتكلم على تنويع في هذه المصادر واكتشاف للثروات. نمشي شوية هنلاقي مثلث الذهبي للتنمية في المنطقة اللي ما بين قصير وسفاجة وإنا، وبنتكلم على خامات العالمين الجديدة. يمكن لما نبص كمان حاجة مهمة جدا هي فكرة الانتشار الجغرافي لمشروعات التنمية والمشروعات القومية اللي موجودة، ودي مهمة جدا. نحن بنتكلم على الصعيد، بنتكلم على البحر الأحمر، بنتكلم على الدلتا، بنتكلم على شمال الدلتا سواء في البحر المتوسط، كفر الشيخ، مصنع الرمال السوداء، وبنتكلم على الجزء الأغلى لنا في مصر سيناء. احنا بنتكلم على ربط من خلال الانفاق لاول مره، ناهيك عن البعد الاستراتيجي والعسكري الموجود، لان احنا بنربط سيناء بالدلتا بربط مباشر من خلال الانفاق، انما احنا بنتكلم على تنميه واستصلاح اراضي. يمكن النهارده هنلاقي بدايه، وزي ما الضيف الكريم كان بيقول قبل ما ندخل ال 7 مليار جنيه اللي ابتدوا في سيناء دول مجرد مشروع، مجرد بدايه لمشروعات التنمية اللي موجودة. تمام. طيب دكتور عمرو، الحقيقة بعد العرض الوافي لخطة التنمية الشاملة في مصر، نرجع تقودنا للحديث عن محور رود الفرج الجديد اللي بصدد نحن بصدد افتتاحه قريبا. بيعتبر من أكبر المحاور المعلقة على مستوى العالم وأعراضها على مستوى العالم. الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع، وخصوصا أن هو بيربط مناطق شمال وشرق القاهرة بمناطق غرب القاهرة، ما هو حجم التعاملات الاقتصادية اللي هيسهلها وهيختم وهيخدمها هذا المشروع؟ في القاهرة الكبرى، وأنا كنت اشتغلت في دراسات جدوى خاصة بالمرور، محاور المرورية قبل كده، دايما أقول أي مشروع لتسهيل حركة المرور في القاهرة وأي محور جديد، يمكن من غير ما نخش في تفاصيل وتكلفة وحساب معدلات ربحية، هيبقى مفيد. لأن ببساطة الفاقد اللي بيحصل في المرور هو تعطيل وقت الناس، وده فاقد في الإنتاجية. كمان ده بيمثل استهلاك للمحركات واستهلاك للوقود، كمان بيمثل عبء على الحكومة وعلى الناس، على الشوارع نفسها، على الطرق نفسها، من الناحية النفسية بيمثل سوء في الاستخدام للشبكة اللي موجودة دلوقتي، فده بيخليها بتستنزف بسرعة. وبالتالي احنا بنتكلم المحور الجديد هو ربط الشبكة، الطرق كبيرة جدا، احنا بنتكلم على اكتر من 3500 كيلو اتعملوا الفترة اللي فاتت في مصر. وفي الحقيقة بقى حضرتك تبص مش بس للعائد المالي المباشر والاقتصادي، انه احنا نبص ده بيربط فين بفين. احنا بنربط التنمية اللي بتحصل في العين السخنة ومحور قناة السويس بالناحية التانية بالعالمين، بنربط طريق الطريق الدائري الإقليمي مع محور 30 يونيو مع قلب القاهرة. وبالتالي احنا بقينا بنتكلم على فكرة الرؤية الكاملة والتنمية اللي هي الخطط فيها بتكمل بعضها. بنحط أساس مهم جدا 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 للإرادة المصرية. أولا هذا الكوبري التصميم الهندسي بتاعه بيقول إن هو أعرض كوبري معلق في العالم، وهو تم بأيادي مصرية في التنفيذ وفي التصميم بنسبة 100%. فاحنا بنعيد
الثقة اللي كانت في بعض الأوقات بتهتز إن إحنا ما نقدرش نعمل. يمكن إحنا الرئيس في افتتاح الأنفاق استعير تعبير مهم جدا جدا، إن إحنا وإحنا بنتكلم على أنفاق بيحفرها المصريين، مع إن مترو الأنفاق اللي ابتدى عندنا في الثمانينات ما كناش نملك ماكينات الحفر. ولذلك احنا لما بنقول ان احنا بقى عندنا بنستثمر مش بس في البنية الاساسية، احنا بنستثمر في الانسان المصري. يمكن واحنا بنتكلم على مشروعات الطرق وبقى عندنا كوادر فيها، الانفاق وبقى عندنا كوادر فيها، الطاقة الكهربائية يمكن لو ربطنا هنلاقي التعليم، الآن وزارة التعليم بتعمل مدارس تعليم فني. الطاقة الشمسية موجودة في بنبان في أسوان وموجودة في البحر الأحمر عشان تتماشى مع اللي بيحصل في محطات النووية. بنتكلم على مناهج جديدة في الطاقة الشمسية وفي اللوجستيات في مدن القناة في بورسعيد وفي السويس. وإحنا بنتكلم كمان على طرق، وبنتكلم على كباري، وبنتكلم على كوادر. ده بيترجم للمصريين في ايه؟ احنا عندنا 17 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج العام الماضي. ده نتيجة مش جهود التنمية اللي موجودة دلوقتي، انما موجودة لجهود التنمية اللي كانت موجودة في سنوات سابقة، وللمناخ اللي اصبح جاذب للتحويلات دي اللي كانت بتقل لما كان سعر الصرف كان فيه مشكلة. فلما نيجي نتكلم على الاصلاح اللي بيحصل للقوانين والتشريعات، الإصلاح الإداري اللي بيحصل في وزارات زي وزارة الاستثمار ومكاتب خدمة المستثمرين، فاحنا بنربط، لأن المستثمر اللي هيجي يشتغل ده لو ملقاش طريق، لو قعد وهو رايح في الاجتماع ساعتين ثلاثة، لو العمال بتوعه بيتأخروا وهم رايحين على الشغل الصبح عشان المشكلة المرورية، مش هيجي يشتغل. فاحنا لما بنتكلم على الطرق، على الكهرباء، على الصحة، على التعليم، احنا في النهاية بنتكلم على تنافسية الاقتصاد المصري ككل. تمام. الحقيقة يمكن الحديث عن محاور التنمية وجدوى التنمية وكل الجهود اللي بتحصل في التنمية في مصر يعني يسعها الكثير والكثير من الحوارات والحلقات والدقائق، ولكن مع الأسف وقتنا انتهى سريعا. الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أنا بشكرك على هذا العرض الوافي لخطط التنمية في مصر، وبشكرك على وجودك معانا. وصباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. بكده مشاهدينا الكرام تنتهي حلقة النهاردة من هذا الصباح بكل حواراتها ومواضيعها اللي بنتمنى أنها تكون حازت على إعجابكم. غدا إن شاء الله حلقة جديدة وأسرة عمل جديدة. إلى اللقاء.